انا عم صورها لبي. انت شو بتسالني لما يجي على المحطه؟ انا مجنون ولا لا؟ قال له شو انت لسه معايا للاخر؟ والله العظيم شي جنون، وحيات الله شي جنون. خلص انا وصلت للاخر، بس لسه انا امبارح هذا اللي قلت له انت شو اسمه صاحبنا، قال لي انت شو بتعمل؟ انت مجنون؟ قلت له لا، شو اسمه 1 2 3 شو بتشتغل؟ خلي فسر لك كيف جاي من كندا معك باسبور قاعد بهالبلد. كيف بدي انا على العالم انا؟ انا بتعرف انه 50,000 انسان بيسالني هالسؤال كل يوم، وانا عم جرب اتعايش. جبت اوتار قطار امبارح. انت مجنون على ليه بعدك مبسوط؟ قلت له في واحد والله العظيم بالحمرة، مش انا لوحدي يعني. لا لا تبع فاليه باركينج اللي بعرفه من قبل ما كنت اروح اخذ دروس جيتار. قال لي انت وين كنت؟ قلت له بكندا. لك شو جابك لهون؟ قلت له يا اخي جيت وين رايح؟ طلع محل موسيقى. اللي بعد فيه موسيقى؟ قلت له لا خلص احنا، قلت له انا حاحفر اقعد وانطر انطر يجي يردمه بقى. صحيح الوضع طارق، ما ايش فيك تعمل شيء نهائيا؟ ايش فيك تشتري شيء؟ اكل وشرب؟ اكل عم نحكي اكل وغيره؟ انسى انسى انسى. بس تعرف والله العظيم، طب فرضا انه الاحوال رجعت زبطت، طب ما هالفتره الزمنيه خلص نحن بنكون دبرسنا عايش مع الموقف. ياما ناس نزلت وترجع تطلع. لا انا بتكلم ان انت احنا انا مضطر. طيب انا مضطر كل واحد. كيف انت مش مقتنع بان انا اضطراري مثل اضطرارك؟ مش مقتنع. انت عندك حل، انا ما عنديش حل. مين قال لك عندك حل؟ بدك تاخذ خد العيال وتطلع مصر. بس يمكن تحسب حساباتك انك حسابات عندي ارتباطات هون وعندي قصص هون وعلقان هون. كل واحد عنده شيء، كل واحد عنده شيء. يلا ماشي.